هذه اللوحة هي التي استعملها المطارد الإسرائيلي أثناء إلقاء القبض على المسؤول النازي أدولف أيشمان. الاستخبارات الإسرائيلية كشفت عن مقتنيات تاريخية ترجع إلى أكثر من نصف قرن. عملية الاختطاف استعملت فيها كل الطرق الشرعية وغير الشرعية لبلوغ الهدف للقبض على أيشمان. اختطف أدولف أيشمان في 11 من أيار مايو من العام 1960 بالأرجنتين. هذه المقتنيات تلخص قصة تاريخ برمته. مقتنيات تعرض في الكنيست الإسرائيلي لمدة 3 أسابيع قبل أن تضم إلى متحف تل أبيب. هذا العرض فريد من نوعه لأنه لأول مرة يفسح الموساد المجال للاطلاع على أرشيفه، فيظهر الأدوات والوسائل التي استعملت في القبض على أيشمان. القفازات هذه هي التي استخدمها عملاء الموساد في عملية الاختطاف. جواز سفر مزور باسم زخاروف زايف ساعد على استدراجه إلى إسرائيل. رافي أيتان رئيس فرقة التدخل الإسرائيلية لا يزال يتذكر. ستشاهد في هذا المعرض كيف استعملت وسائل وتجهيزات بدائية جدا للقيام بعملية كهذه. اليوم دون استخدام الهاتف الجوال والحاسوب والأقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع العالمي لن ننجح في القيام بعملية كهذه. أدولف أيشمان كان المسؤول اللوجستي في تطبيق ما يسمى بالخلي النهائي أثناء الحرب العالمية الثانية، فهو الذي كان يشرف على عمليات ترحيل اليهود نحو معسكرات الموت. في 1950 سافر أيشمان إلى الأرجنتين وعمل لدى شركة مرسيدس بنز باسم مستعار ريكاردو كليمنت حتى ألقي القبض عليه في 1960. في 1961 يحاكم. الناجون من المحرقة جاءوا يقصون فظائع ما جرى. محكمة الجنايات الإسرائيلية تصدر قرارها على أيشمان بالموت شنقا، فينفذ فيه الحكم في الأول من حزيران من العام 1961.